معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من مدينة مالمو السويدية عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. مرحبا بك أستاذ لبيد. إذن لجنة تقصي الحقائق في مدينة الموصل أكدت أن الهجرة العكسية لسكان المدينة ترجع إلى تردي الأوضاع بعد نحو عامين. لماذا برأيك لم تعمر مدينة الموصل حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هناك عدة أسباب بالحقيقة لجعل مدينة الموصل في حالة خراب، ولم يتم أي يطلع عليها أي تحسن يذكر منذ عملية التخريب والتدمير الشاملة التي حدثت قبل نحو عامين. والأسباب عديدة كما قلنا، أهم هذه الأسباب هي تفشي وانتشار حالة الفساد. حالة الفساد كما نعرف هي متفشية في كل العراق، لكن هناك مسألة إضافية فيما يتعلق بمدينة الموصل. نعرف أن مدينة الموصل لها خصوصية تاريخية وخصوصية ذات طبيعة مذهبية وذات طبيعة تاريخية تتعلق بكونها مدينة الضباط بالحقيقة، والذين هم كونوا اللبنة الأساسية للمؤسسة العسكرية خصوصا في فترة الثمانينات عندما كانت الحرب دائرة بين العراق وإيران. فهناك، وكما نعرف أن العراق حقق انتصارا على إيران في ذلك الوقت، والحكومة الحالية هي تابعة لإيران وتحاول أن تعبر عن انتقامها في النقمة الحالية على الموصل. هي تعبر عن نفسها في عدة أشكال، من بين هذه الأشكال هي عملية التنكيل وعملية اضطهاد أهالي الموصل وعملية الإهمال الكلي لمدينة الموصل والضغط على سكانها، ولذلك عملية الهجرة المعاكسة متوقعة من قبل ناس يتعرضون لمختلف أشكال الضغط. ولكن لجنة تقصي الحقائق أرجعت الاحتقان الطائفي الذي ازداد أخيرا، أرجعته إلى سوء التعامل من الميليشيات المدعومة حكوميا. هل هناك تغافل متعمد برأيك من بغداد لهذه الممارسات الميليشياوية؟ بالتأكيد هناك تغافل، لكن دعني من فضلك أنا أتوقف لحظة عند لجنة تقصي الحقائق. هذه اللجنة لجنة كبيرة وضخمة تتكون من 43 من أعضاء البرلمان، ومعظمهم من أبناء المحافظة، لكن أنا طلعت على التقرير قرأته ويتكون من نحو 40 صفحة. هذا التقرير بالحقيقة في عدد من صفحاته يمثل عملية دس السم في بالعسل، وفي ظاهره يبدو أنه إلى صالح أهالي أو سكان الموصل، لكن الحقيقة هي منافية خصوصا في صفحة رقم 7. نعم. هناك مسألة خطيرة، يشير التقرير إلى ظهور بيعة جديدة على سبيل المثال لتنظيم داعش من قبل السكان واستنهاض عناصرها مرة أخرى. هذا تحريض واضح وزرع فتنة، هذا يقود إلى استجلاب قوات أخرى، قوات باغية أخرى جديدة، ويدعو في نفس الصفحة إلى مضاعفة أو في صفحة 8 إلى مضاعفة عدد عناصر الحشد العشائري. يريد أن يعزز القوة القتالية للحشد إلى حوالي 7000. نعم. 7000 عنصر جديد. هذه عملية بالحقيقة تنذر بخطر كجسيم وكبير على لذلك صرح هذا من إنتاج اللجنة نفسها. نعم. طبعا نعم. لذلك صرح قائد عمليات نينوى بأن ميليشيا الحشد استولت على مقدرات المدينة الاقتصادية، هذا باعتراف قائد عمليات نينوى. أيضا اعتراف قائم مقام مدينة الموصل قال ميليشيا الحشد تمنع العرب من البناء في مناطق سهل نينوى. هل نحن إذن أمام محاولة لتغيير هوية الموصل السكانية والتاريخية، لا سيما أن هناك محاولات قانونية بتجنيس غير العرب هناك؟ نعم بالتأكيد هناك مؤامرة كبيرة لتغيير الهوية المتجانسة لمدينة الموصل. تتكلم حضرتك عن الحشد، هناك حشود بالحقيقة، ليس حشد، هذا عملية منع العرب من البناء في سهل الموصل على سبيل المثال، هي صادرة بالحقيقة تحكم بها ما يسمى حشد الشبك. هناك حشد الشبك، وهناك كلام عن
يتكرر عن شخص اسمه ابو رقيه حبيب الدراجي او تحسين حبيب الدراجي الذي يمتلك ما يقدر بلواء بحجم لواء من العصابات الذين يسرقون النفط وينشرون المخدرات في البلد، بالاضافه الى ميليشيات الحشد الاخرى المعروفه. اذا هناك عصابات بالحقيقة تتحكم بمصير سكان الموصل وتتلاعب بخريطة المدينة، الخريطة الاجتماعية والخريطة الثقافية لمدينة الموصل. فالموصل بالحقيقة مهددة بكارثة كبيرة جدا تفوق الكارثة التي نشاهدها التي تعرضت لها المباني والبنى التحتية. عملية تخريب اجتماعي تقوم حاليا على قدم وساق في هذه المدينة التاريخية. شكرا جزيلا لك من أمام موضوع التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدائي.